السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في ساحات الحرم المكي الشريف، وأجواء جميلة وأجواء ممطرة، ورشات مطر وزخات وسحاب، ما شاء الله تبارك الله على هذه الأجواء الجميلة، ما شاء الله تبارك الله. طبعا راح نتجه الى الدور الثاني. هذا باب الملك فهد، وهذا سلم الملك فهد بجانب باب الملك عبد العزيز. وأجواء جميلة على الحرم وأمطار ما شاء الله. باقي دقائق على أذان الظهر، وهذه أجواءنا في الحرم المكي الشريف وساحاته. No.
ما شاء الله. نحن الآن في مطاف الدور الثاني، وأعداد المصلين لصلاة الظهر. بعد انتهاء صلاة الظهر نحن الآن في المطاف الدور الثاني، اللي يسبح واللي يستغفر واللي يصلي واللي بينتظر صلاة العصر. هذه مصليات الدور الثاني، وراح ناخذ معكم اطلالة على باب الملك فهد منى في الدور الارضي. شوفوا من هنا راح، ما شاء الله تبارك الله. هذه مصليات توسعة الملك فهد في الدور الأرضي، ما شاء الله تبارك الله. تعرفون الأعداد اللي كانت هنا في المصليات هذه؟ ما شاء الله تبارك. طبعاً باب الملك فهد لدخول المعتمرين، لدخول المعتمرين فقط. طبعاً هذا مدخل باب الملك فهد، وهو مخصص لدخول المعتمرين. وهذه مصليات توسعة الملك فهد. إن شاء الله يومين ثلاثة ونخل لنا عمرة بإذن الله.
طبعا اللي كان يسبق على الزوايا هذه المكان الأعمدة هذه المتاكي، هذا نعتبره يعني حصل مكان كويس التكي فيه مثلا بين صلاة المغرب والعشاء، أو بين صلاة العصر، واللي بيجي مثلا صلاة العصر ويحجز لصلاة المغرب وصلاة العشاء، بلياخذ الزوايا هذه هو يعني استولى على مكان مميز. طبعا هذا المكان توسعة الملك فهد الدور الثاني. بعد خروجنا من صلاة الظهر ما شاء الله هذه الأجواء الجميلة والممطرة في ساحات الحرم المكي الشريف وأجواء خيالية ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله ما شاء الله. أودي سرعتي هذي، قوم قوم فل، لا فن ما يا ما شاء الله يا الأجواء. طبعا من الساعة 10 تقريبا والأجواء زي كذا على رشة على خفيف، يعني ما هي أمطار غزيرة، ولكن ما شاء الله صوت الرعد. طبعا احنا الان خرجنا من سلم الشبيكة ويظهر امامنا سوق الخليل وفندق التوحيد، دار التوحيد، وابراج مكة، وابراج الساحة. جو صراحة جميل وممتاز. طبعا هذا المخرج للي يوديك على نفق السوق الصغير. ساعة الملك عبد الله. السلام عليكم. طبعا يظهر معنا سوق الخليل سوق الخليل
ما قدرت، لازم أغطي هذه الأجواء الجميلة في الحرم. نتجه من الشبيكة إلى تقريبا أبراج مكة. هذا فندق التوحيد، أبراج مكة. عن الأرضية مليانة موية، جاتنا ما شاء الله رشة خفيفة. جبل عمر، أجنحة هيلتون، من الفنادق المميزة. فيها فنادق، مطاعم، سوبر ماركت. مجاري ترجع دماغ لكم.